تتفاجئ في يوم وليلة الصبح انت ماشي كمين على الطريق يوقف حضرتك البطاقة، انت طبعا عارف ان ما لكش تعامل داخل اروقة المحاكم، ما رحتش نيابة قبل كده، يقول لك يا استاذ انت حضرتك عليك حكم غيابي، لو ظابط محترم ممكن يديك بيانات القضية ويقول لك روح اعمل فيها معارضة طالما ان هي حكم غيابي، لكن بعض الضباط يتشدد في تطبيق القانون ويعتقدك لقسم الشرطة ومنها إلى النيابة، مشكلة كبيرة وعويصة تؤرق الكثير، يعاني منها الكثير والكثير، وأعتقد إن نسبة كبيرة غالبية الشعب المصري عانى الأمرين من هذه المشاكل العقيمة التي تورثناها من عام 1950. بداية الحكاية إيه؟ بداية الحكاية إن إحنا عندنا قانون إجراءات جنائية مطبق إلى الآن، صدر عام 1950. أي نعم القانون ليه تعديلات، أنا مش هتكلم على التعديلات، أنا هتكلم على الجزئية بتاعة الحلقة بتاعة الفيديو اللي هي تهمنا وتخصنا، اللي هي إيه؟ بصراحة إحنا في 2020 أو شكت على الانتهاء، وإحنا لسه شغالين بنظام إجرائي داخل أمام النيابة العامة وداخل المحكمة في إعلان المتهم عن طريق المحضرين، والمحضر بالتالي بيعملها عن طريق البريد، البريد ما بيوصلش والمحضر كمان ما بيوصلش، وبالتالي حضرتك تفاجئ إن صادر عليك حكم، لا بتعرف تحضر قدام المحكمة في أول درجة وتبدي دفع أو دفوع، لا بتعرف توكل محامي، وتتفاجئ إن حضرتك عليك حكم ممكن بعد شهر، ممكن بعد سنة، ممكن بعد اتنين، ممكن بعد عشرة. تتفاجئ لو رايح مرور تجدد رخصة أو رايح هنا أو رايح هنا، تتفاجئ إن حضرتك عليك حكم جنائي، برغم إن الحكم الجنائي ده يمثل خطورة كبيرة جدا جدا. خطورته إيه؟ إنه بيعرضك للحبس، خطورته إن هو يمس السمعة، يمس الكرامة. حضرتك النهاردة لما بتروح قسم شرطة وتتعرض على النيابة وفي الآخر إنك تاخد براءة أو تاخد تصالح أو تاخد انقضاء في واقعة لا تعلم أساسها من الأساس، أنت ما تعرفش عنها حاجة، أنت بتتفاجئ إن عليك حكم. طيب إحنا النهاردة الإشكالية الإجرائية بتاعة المحاكم المصرية إيه؟ الطبيعي إن سين من الناس بتوجه لقسم الشرطة بيعمل محضر ضد صاد، سين بيعمل محضر ضد صاد، ولنفترض واقعة ضرب أو واقعة إيصال أمانة تبديد. المحضر بعد يومين ثلاثة أسبوع على الأكثر بالاسم بيبعته للنيابة المختصة، النيابة الحاجات دي ما بتحققهاش، اسمها في النيابة إيراد، يعني بيدخل الإيراد عند السيد المحقق وكيل النائب العام وكيل النيابة، بيدخل له إيراد بدون يعني ما بيتمش فيها اي تحقيقات، ما بتاخدش رقم حاصل، الحاجات دي كلها، ولا المتهم بيعرف لغايه دلوقتي المشكو في حقه ما عرفش ان في سين من الناس عمل له محضر ولا عمل له اي حاجه. المحضر بيدخل السيد وكيل النائب العام بعد كام يوم بيحيله للمحاكمه الجنائيه، اذا كان ضرب في الواقع اللي احنا ذكرناها، وان التقرير تقرير المستشفى موجود، تقرير الإصابة أو بنسميه التقرير الفني مرفق بالمحضر، النيابة بتحيل الأوراق للمحكمة الجنائية، وبيتم إعلان روتيني كده كوليشن كان، وبينزل جلسة حضرتك ما بتحضرش لأن لم يتصل علمك أصلا، لا عرفت عن طريق اسم الشرطة ولا عرفت عن طريق النيابة ولا عرفت عن طريق المحكمة، لأن الإعلانات كلها تقريبا محدش بيتصل علمي إلا بالمصادفة، قد تفاجئ إن عليك حكم. في الجلسة نفس الكلام، بينزل اسم حضرتك في الرول، ما حضرتش محكمة الجنح أول درجة، بتصدر حكم غيابي فورا في ذات الجلسة بدون التأجيل لإعلان المتهم. ده خطورة الحكم الجنائي، بيعرض حضرتك للحبس، بيعرض حضرتك
للاهانه، بيعرض حضرتك لصمعتك في اسمك. بعد كده خطوره الحكم الجنائي بيبقى على الكمبيوتر، على الحاسب الالي بوزاره الداخليه، عند الامن العام. بتفضل انت النهارده في قضيه ما تعرفش عنها حاجه اصلا، تفاجئ ويفضل الحكم مازال عليك، الا بقى لو حضرتك عملت دعوه معه في مجلس الدوله، ويأبى ويرفض الكثير والكثير ان يلجا لمثل هذه الدعاوى لانها تمثل عائق مادي وعائق وقتي وكثير، واهدار للمال والوقت داخل محكمه القضاء الاداري. والبعض الاخر بيلجا لهذه الدعاوى وبيرفعها عشان خاطر يتم محو الاتهام ومحو هذه الاحكام المسجله لدى الحاسب الالي وكارت المعلومات بوزاره الداخليه. طيب احنا النهارده زي ما قلت لحضراتكم في 2020، واحنا لسه ماشيين بقانون اجرائي سنه 1950، قانون الاجراءات الجنائيه. اي نعم في تعديلات لكن التعديلات لم تمس الشكل الاعلاني المتهم بالجرم، برغم ان انا عندي وسائل كتير وكثير من دول العالم اتجهت لده، وكثير من الدول الناميه في البلدان المحيطه اتجهت لده وطبقت لده، مش اتجهت لده بس، ان هي عملت ايه؟ ان هي الاعلان عن طريق الواتساب، الاعلان عن طريق رساله على الايميل، رساله على الفيسبوك، رساله على الموبايل، رساله شخصيه على الموبايل. المحضر ده موجود في حوزه النيابه العامه، يبقى اتصل علمك لما حضرتك تبادر وتروح وتشوف مدى صحه الواقعه ايه؟ مدى صحه الاتهام ايه؟ مدى صحه اقوال الطرف الثاني ايه؟ هيكون في تبادل اقوال امام النيابه العامه. ساعتها لما حضرتك هتروح قدام المحكمه يبقى رايح وانت حضرت عرفت ان في حكم، في محضر ضدك، هتدافع عن نفسك، هتتابع المحضر ان في نزل جلسه وتم احالته بالمحكمه، هتحضر. لكن لو حضرتك انت اتصل علمك عن طريق الرسائل الحديثه زي ما قلت ووضحت لحضراتكم، وما رحتش يبقى اتصل علمك اليقيني القاطع الدلاله بان في محضر محرر ضدك وان المحضر بالنيابه، وبالتالي حتما سيصدر حكم على حضرتك.